لماذا تغيرت حال سيف ولم تتغير حالي؟ ليست حال سيف من تغيرت يا بني، بل حال أبي. ومتى تتغير حالك؟ أنا قانع بحالي يا بني، ألست قانعا بحالنا؟ أكون قانعا إن حملنا سيوفا كسيوفهم وارتدينا ثيابا كثيابهم. خذ يا جبلة هذا الكيس لك، إنها قطع ذهبية. إنها هبة الصافي إليك لتشتري ثيابا كثياب ولده ولتحمل سيفا كسيفه. أنت جاد في قولك؟ جربني يا بني. أنا قصير بن صالح من أشراف المدينة يا مولاي. نعرفك يا أبا الوليد، ما هي شكواك؟ إني أتهم جارنا بسرقة أغنامي وبيعها. سرق أغنامك وباعها؟ أجل، وإنني أقسم على ذلك يا مولاي. لم نطلب منك القسم بعد يا أبا الوليد. أين خصم؟ رفض المجيء معي للمثول بين أيديكم. وتريدنا أن نحكم لك في غيابه؟ إذا كان يخشى الحضور أفلا يعني هذا اعترافا بجريمته؟ هذا لا يعني شيئا يا أبا الوليد، فكما نسمعك علينا أن نسمع خصمك، وإلا فكيف نحكم بالعدل بينكما؟ سنرسل في طلبه الساعة. هذا هو الرجل يا مولاي، هذا هو الصافي الذي حرض رعياني على ترك الأغنام في المرعى حتى تشتتت وضاعت ولم نعثر إلا على القليل منها، ولهذا عليه أن يدفع لي ثمنها. هل تقر بما يتهمك به الرجل؟ أقر يا سيدي، متمنيا أن تسمعني يا سيدي كما سمعت مني. ولما نسمع منك بعد أن اعترفت بالتهمة التي وجهت إليك؟ لأنه من واجبك أن تسمعني يا سيدي. أتشير علي بواجبي أيها الرجل؟ معذرة يا سيدي، لست أهلا لأشير عليك، إنما من واجب القاضي أن يسمع كلا الخصمين. بعد أن اعترفت بفعلتك لم يعد ينفعك قول شيء. وقد ينفعني. نمهلك 6 أيام لتعطي هذا الرجل ثمن أغنامه التي فقدت. لا أملك مالا أعطيه، ولا أظن أنه يستحقه. إن مرت الأيام 6 دون أن تدفع له أدخلناك السجن، فقضيت فيه بثمن ما عليك. كيف أحصل على حقي إن دخل السجن؟ سنعوض لك بعضا منه وليس كله. إذن فلن تسمعني يا سيدي. هيا إلى شأنك واحرص على أن تدفع ما عليك. دع
دعنا نسمعه يا أبا الهيثم. ولكن يا مولاي، قل ما لديك أيها الرجل. ماذا تقول يا مولاي في رجل يأكل عرق الآخرين؟ نعم يا مولاي، هذا الرجل يأكل عرق رعيانه. ما هو عملك أيها الرجل؟ أنا راع يا مولاي، والرعيان الذين كانوا يعملون عنده أنا من علمهم صنعة الرعي. تقول صنعة الرعي؟ أجل يا مولاي، صنعة الرعي مثل صنعة السيوف والسجاد والأقمشة، تحتاج إلى مهارة ودراية ومعرفة. وهذا الرجل متولى رعيان رعي غنمه، سمن قطيعه وكثر حليبه، واسأله إن كان ينكر هذا. لم تقل لنا حتى الآن كيف أكل الرجل عرق رعيانه. وهذا هو بيت القصيد يا سيدي. ففي البداية كان لا يدفع لهم أجورهم حتى بدأوا بتسول قوتهم اليومي، ثم وعدهم بزيادة أجورهم بعد أن رأى تحسن حال قطيعه، ومضت أشهر ولم يفي بوعده ولم يدفع لهم زيادة حتى طفح بهم الكيل وهدهم الجوع والسؤال. وإذا كنت قد زدت حرفا على الحقيقة فعليك بالرعيان، فهم ينتظرون خارج القصر. اطلبهم يا مولاي واسألهم. أحضروا الرعيان غدا. أنت أيها الرجل اقترب مني. حدثني عن نفسك. النفس ممتلئة يا مولاي، وما فيها يفيض على قدرتي في الإدلاء به. هل أنت من أهل مدينتنا؟ بالطبع يا مولاي، فقد ولدت فيها. من أنت؟ أنا رجل بسيط يا مولاي، توفيت زوجتي في الوباء الذي حل بمدينتنا منذ 3 سنوات، ولدي صبي أعيش من أجله. أسكن بيتا متواضعا في أطراف المدينة، وأعمل في صنعة الرعي كما سبق وأشرت. حدثني عن أمور الدنيا. سلني يا مولاي وأنا أجيبك. ماذا تقول في حكم الناس؟ للناس حاكمان يا مولاي، أحدهما يحكم بالعصا والصولجان، والآخر يحكم بالحلم والحكمة والحب ومكارم الأخلاق. فأين أنا من هذين الحاكمين؟ أنت يا مولاي بين هذا وذاك. قد عيناك مستشار دولتنا أيها الصافي، فما سمعته منك يدل على رجاحة عقل وحكمة نحتاجها في حكمنا. أتذكر أول مرة التقيتك أيها الصافي؟ وهل أنسى يا مولاي؟ أنا أيضا تذكرت عندما أتى أبو الوليد على ذكر أغنامه. أقسم إنه بذاكرتي الآن أنا أيضا. هذا جرح قاتل ولا أمل في شفائه. أبيدوهما بكثي أبيهم، لا تدعوا حيا منهم. كيف تقبل أن تأخذ من الصافي نقودا وهو لم يشتري منك شيئا؟ طبعا فالصافي غني ونحن فقراء. نحن لسنا فقراء يا جبلة. بلى يا أبي، قياسا إلى الصافي وأشراف المدينة نحن فقراء، وهذا المال الذي أعطاك إياه لابد أنه يملك أضعافه. إنه مستشار الدولة يا بني، وهو أقرب الناس إلى الحاكم. ما الذي يميز الصافي عنك حتى لا تكون لك حظوة عند الحاكم كما للصافي؟ ألم تقل إنه كان راعيا ولعهد قريب؟ أجل، فكيف يصبح الراعي مستشارا للحاكم وتاجر العطور الشهير في المدينة لا يحظى بذلك المنصب أو أي منصب آخر في القصر؟ أنت تبخس الصافي قدره يا بني حين تقارنه بي. الصافي رغم منبته الفقير وحياة الكفاف التي عاشها مع أسرته، إلا أنه يملك ما لا أملكه أنا أو غيري من الناس الذين تعرفهم.
يا جبلة، إنه يملك أفقا واسعا وعقلا يزن عقولا، وهو إلى جانب هذا حكيم كريم حليم أبي، ولا يخشى في الحق لومة لائم. لذلك فهو ينشئ ولده سيف ليصبح مثله، كما أنشأتني لأصبح مثلك عطار. وما بها صنعة العطور؟ ألا يكفي أنها تدر علينا مالا وتغنينا عن السؤال؟ نعم تغنينا عن السؤال، ولكن لا ترفعنا إلى منزلة الأغنياء. أتحب أن تكون غنيا يا جبلة؟ أحمق من لا يحب الثراء. إذا عملت بجد في صنعة والدك فربما تصبح ثريا. ولكني لا أطيق صنعة العطور، ولولا أن الحسان هن زبائننا اللواتي نتعامل معهن. لعنة الله عليك يا جبلة. من أثرى منا على هذه الأرض؟ لا أحد يا شرارك. لا أحد. ما زلت حزينا على الكاسر؟ معك حق. أي حظ عاثر لك أيها الكاسر أن تموت في المعركة الأخيرة. ماذا تعني يا شرارك؟ ماذا سمعتم؟ أكانت تلك معركتنا الأخيرة؟ أجل، فالثروة التي بحوزتنا الآن هي أضعاف ما يوجد في خزينة أي دولة، وقد كنت أخطط لهذا. سنملك الدولة التي نحط فيها بأموالنا، وسترون. ولكن كيف؟ كيف؟ ستعرفون لاحقا، فالطريق إلى دولة نهار بن شيبة طويلة، ولكن هذه الأموال سأكون أنا المسؤول الوحيد عنها، ستكون بيدي كما ستكونون أنتم. أنا من يخطط، أنا من يفكر، وأنتم من يساعدني على تنفيذ الخطط، فتكون النتيجة ثمارا نقطفها معا لنبلغ مرادنا. إما هذا وإما فليأخذ كل منكم نصيبه وليمضي إلى شأنه، فيكون كل منا حر بما يفكر وبما يملك. يبدو أنك تفكر في شيء عظيم يا شرارك. لا ضير في أن أشرح لكم اليسير. من نحن؟ لصوص؟ قطاع طرق؟ قتلة؟ لا، نحن لا شيء. نحن نعيش في فراغ يحيط بنا من كل جانب، فهل نظل نسبح فيه أم نبحث لنا عن مخرج؟ لا أرض لنا، لا ملك لنا، ولا شجرة يابسة نتفيأ في ظلها. أريد أن يكون هناك ظل يحمينا. أريد أن نصبح أصحاب أرض، أصحاب ملك، أصحاب حق في الأرض وفي الملك. يكفينا هذا يا شرار، وأنا ماض معك حتى النهاية. أجل يا شراك، نحن ماضون معك يا شراك. ولا يثنيكم عن هذا إلا الموت. حتى الموت لن يثنينا عن هذا. إذن علينا بشد الرحال، لن نحمل كل شيء، سنحمل فقط ما خف حمله وغلى ثمنه. سيف، إن أتلفت تلك الأزهار شكوتك إلى أبيك. أنا لا أتلف الأزهار يا أبا الرشد، ربما أقطعها ولكنني لا أتلفها. إذن إياك أن تقطع تلك الوردة. لا أعتقد أنني أستطيع. أليست ضربة موفقة يا أبا الرشد؟
كيف تحب الورود وأنت تعمل على قطعها بهذه الوحشية؟ أنا لا أقطعها إلا لأنني أحتاجها. قطعتها من أجل شمس، أليس كذلك؟ لن أخفي عليك ما تراه، تعرف أن شمس تحب الورود. ولكنك أحمق يا سيف، أحمق لأنك تقدم لها وردة واحدة بين الحين والآخر، بينما بإمكانك أن تقدم لها ورد الحديقة كلها. كيف إن كنت تزورني لقطف وردة واحدة؟ تأخذها من يدها وتقف بها هنا وتشير لها بيدك قائلا: كل هذه الورود لك يا شمس الشموس، فتمتعي بمنظرها وبرحيقها. شمس الشموس؟ ما رأيك؟ وتقول بأنني أحمق؟ هذه الورود هي لكل ناظر إليها، أما الوردة التي أقطفها بيدي فهي لشمس دون أحد سواها. هذا هو الفرق بين ما أراه أنا وما تراه أنت يا أبا الرشد. تتحدثين إليه مرة أخرى فلن تغادري مخدعك، خذيها إلى الداخل. وأنت يا ابن الصافي، إن اقتربت منها ثانية سأعاقبك، إياك أن تقترب منها، هل فهم؟ هيا. الأمر يا عباد، ألم يسبق لي أن حذرتك مرارا؟ إنهما طفلان. ابنتنا طفلة، أعرف هذا، لكن سيفا ليس طفلا، إنني أرى ذلك في عيني. أنت تهول الأمر. أنا لا أهول الأمر. ألا تذكرين أننا تحاببنا ونحن أطفالا؟ لقد كبرنا وكبر حبنا معنا، وإلى أين قادنا الحب الذي عرفناه أطفالا؟ إلى الزواج يا سمية، إلى الزواج. وسيف لن يحلم يوما أن يكون زوجا لابنتي، لا هو ولا أبوه. أنت يا ابن الصافي، إن اقتربت منها ثانية سأعاقبك، إياك أن تقترب منها، هل فهم؟ هل يكرهك الوزير عباد؟ أم يكرهني لأنني ولدك؟ لما تقول هذا يا بني؟ لأنه لا يراني إلا ويزجرني، وعندما يقول لي ابن الصافي بدلاً أن يقول يا سيف، فهذا يعني أنه يسبك لا يسبني. أظنه ينتقم منك في شخصي يا أبي، فما الذي يدعوه إلى ذلك؟ لا شيء مما تقوله يا بني. ربما عباد لا يحبني، هذا كل ما في الأمر. المشكلة أكبر من أنه لا يحبك يا أبي، المشكلة أنه يكرهك، أحس ذلك في عينيه كلما نظر إليك.
أنت تبالغ يا سيف، ليس الكره ما يجيش في صدر عباد تجاهي، إنها الغيرة، فهو وزير الدولة لكنني أقرب منه إلى الحاكم، وأنت أدرى بالرعاية التي يحيطني بها مولاي نهار. إن كان الأمر بينك وبينه فما شأني أنا؟ هل أساء إليك بغير الزجر ونظرات الاحتقار؟ كلما رآني مع شمس أمرها بالانصراف وحذرني من الاقتراب منها ثانية، وقد حبسها اليوم في مخدعها لا تغادره إلا مع أمها. ما الذي يدعوه ليفعل ذلك؟ أجبني أنت يا أبي، اليوم رآها وهي تأخذ مني وردة فانتزع الوردة منها وسحقها بقدمه وهددني بعدم الاقتراب منها ثانية. لهذا أنت غاضب؟ أنا حزين يا أبي. حزين لأن شمس ستحبس في مخدعها، أم لأنك لن تتحدث إليها ثانية؟ حزين لأن شمس تحب التحدث إلي واللعب معي، فلا أحد من الأطفال في القصر سواي، هي من تحتاجني يا أبي، لا أنا من يحتاجها. كم أنا فخور بك يا سيف، أنت تنضج بسرعة، فمشاعرك التي تحمل لا يحملها من كان في سنك. فماذا أنا فاعل من أجل شمس يا أبي؟ لا شيء يا بني، فأمرها بيد أبيها لا بيدنا، ولا أظن أن عبادا عنا ما قال، فشمس هي ابنته الوحيدة المدللة ولن يقصو عليها إلى هذه الدرجة. أرجو ذلك. تريد أن تهدأ نفسك؟ تعال. اقرأ في هذا الكتاب فتأخذك السكينة بين أحضانها. جمالها بمثل هذا العطر. وما أدرك أنني جميلة؟ إنه الحدس. حدسك في مكانه. أهلا بمولاي الحاكم، أهلا بسيد الوزير، أهلا بكم يا سادة. أهلا أبو جبلة. هذا هو أبو جبلة، صانع العطور الأول في الدولة. خادمك يا مولاي. أرنا أفضل ما عندك من العطور يا أبو جبلة. أفضل ما لدي سأصنعه خصيصا لك يا مولاي، وغدا يكون في قصرك. أيها المخادع، كنت دائما تعطيني أفضل عطورك من ذلك الرف.
لكنه الحاكم أيها الصافي، وهو يستحق رحيق الزهر لما أوراقه. جرب هذا العطر يا مولاي، إنه من صنع يدي. رائحة زكية يا مولاي. إنه عطر رائع أيها الصبي. جبل جبل يا مولاي، وهذا والدي. أعطيه ثمنها يا أبا سيف. لا يا مولاي لا، هذه هدية زيارتك لنا. أعطيه ثمنها يا أبا سيف. قل لي يا جبلة، هل كانت تلك القارورة من صنع يديك؟ أقسم إنها من صنع يدي. ولماذا تصنع العطور خفية عني؟ ألست من يدفعني ليصبح عطارا؟ ها أنا ذا أفعل. ولماذا كنت تخفيها؟ كنت أحتفظ بها ليقدمها إلى زينب بنت أبي الفضل، ولكني رأيت أن الحاكم يستحقها أكثر. تفضل يا أبي. هذا السيف ليس لنبش التراب أيها الصبي. لست صبيا. أيها الفتى، أيرقك هذا؟ لم أكن أعتقد أن غياب شمس الشموس يفعل بك كل هذا. لأنه لا ذنب لها، هي مجرد طفلة. لكن أباها ليس طفلا، إنه وزير الدولة، ومن واجبه أن يمنعك عنها. هل أسر لك بأمر؟ الوزير عباد يعتد بنسبه كثيرا، ليس لأنه وزير الدولة لا، بل لأنه من أشرف أشراف الدولة. إنه يلي الحاكم نهار بنسبه الشريف الرفيع، وابنته شمس الشموس هي الطفلة الوحيدة في هذا القصر. إنها أميرة هذا القصر، فكيف يسمح لابن راع أن يلاعبها؟ كيف يسمح لها أن تتعلق به؟ ماذا تقول يا أبا الرشد؟ أنا بستاني هذا القصر قبل أن تولد أنت وابنته شمس، بل قبل أن يتولى مولاي نهار الحكم بعد موت أخيه. وأنا أعرف الوزير عباد كما أعرف باطنيته. ماذا تريد أن تقول يا أبا الرشد؟ أقول ابتعد عن ابنتي شمس طالما أنه يريد ذلك. تحاشى غضبها، لأنه إن غضب يصبح شريرا، ولن تأخذه حرمة أنك ما زلت صغيرا. ابتعد عن ابنتي يا بني لصالحك وصالح أبيك. اهدئي اهدئي، كيف والنار تحرق جوفي؟ النار تخمد إن عاجلا أم آجلا. الصبر يا سمية، لم أعهدك يوما ضعيفة. قد جعلت شمس أضعف من عصفور أصابه في جناحه. إنها بعد طفلة، ومع هذا تأخذ الأمر كما لو أنها فتاة بلغت سن الرشد، بل إنها أعند من امرأة في الثلاثين. هدئي من روعك ودعيني أفهم الأمر. قلت لك إنها ترفض تناول الطعام، ترفض أن تغادر فراشها. إنها لا تفعل سوى الصمت والبكاء. لماذا تفعل ذلك؟ أريد أن أساعدك. بملابسك هذه؟ لن ألوثها. من يعمل في الأرض يا بني على ترابها أن يعلق بثيابه؟ وإن يكون؟ تعال معي، سأعطيك رداء من عندي.
ألست جائعة يا شمس؟ تعالي نخرج إلى البهو. ما رأيك أن نخرج إلى الحديقة؟ تريدين أن تري سيف؟ إذا تناولي طعامك أولا. تصرين على رؤية سيف أولا. تعالي معي. إلى أين؟ إن علم عباد سيغضب. إنها طفلة يا سمية، طفلة، وهي طفلتي الوحيدة أيضا. ولكن عباد لا يعصى له أمر. أنت لا تجهلين تعنته وقسوته. هو من أشعل النار، ومن أشعل النار يخمدها. إذن أرسل من يأتينا به، وسترين كيف يأذن لها رغما عن أنفه. أخشى أنه لن يوافق. إذن قولي إنني أخذت الأمر على عاتقي، ورغما عن أنفك أيضا. أين تقودني يا عباد؟ إلى مكان نختلي فيه ونتحدث. أهو سر تريد أن تبوح به؟ ربما. أتدعوني للقتال يا عباد؟ الأمر ليس مزاحا أيها الصافي. أجد غضاضة في قول كل ما أريد دفعة واحدة وأنت المقرب من نهار. إن كنت المقرب من مولاي فأنت وزيره، ثم ليس مثلك من يجد غضاضة في قول أي شيء. فحقيقة الأمر أن ما في داخلك واضح جدا على محياك، وهذه سمة لا يتميز بها الكثيرون ممن تعرفهم وأعرفهم. فأفضل ما فيك أن وجهك لا يجيد الكذب. ربما تلجأ أحياناً للتملق، ولكن هذا وارد في معترك الحياة التي يعيشها المرء. خطاب رائع، أعترف أنه مفيد لما أنا فيه، فقد سهلت علي المهمة. أية مهمة يا عباد؟ أنت تعرف أيها الصافي أنني لا أحبك. أعرف تماما. وتعرف أنني أكره الصدفة التي جعلتك مستشارا. أعرف هذا أيضا. وربما تعرف أيضا أن الأشراف يولدون أشرافا ولا يعطون مرتبة الشرف. كما أعرف أنني من منبت فقير لا يمت للأشراف بصلة، رغم أنني أختلف معك في معنى كلمة أشراف. ليس مهما أن تختلف معي، فطبيعي أن تدافع عن منبتك. فقد لا أملك الحجة لأنسف دفاعك، فأنت الصافي الذي يملك الحجج ويحسن لعبة الإقناع. كل هذا ليس مهما، المهم أن تتركني أتابع.
أعرف ما ستحدثني به، فدعني أختصر عليك الطريق. أنت تريد إبعاد ولدي عن ابنتك شمس، ولو أنني أجد ذلك غريبا، لكن الفتاة تبقى ابنتك، وأنت صاحب الحق في تنشئتها كما تريد. ورغم أن ولدي قال إن شمسا متعلقة به وهي التي تلح عليه باللعب معها، غير أنني طلبت منه أن يتركها لك وقد وعدني بذلك. أظن أنه لم يعد لديك ما تقوله. بل ما زال لدي ما أقوله. طفلة صغيرة ولا تملك الوعي الكافي الذي يجعلها تبتعد عن سيف، فلماذا لا تبادر أنت بالبديل؟ عن أي بديل تتحدث يا عباد؟ أنت تملك بيتا قدمه لك الحاكم نهار، فدع ولدك فيه عندما تأتي إلى القصر، فحديقة القصر كما تعلم هي ملك لسكان القصر، وأنا واحد من هؤلاء. أنت تسكن أطراف القصر لا قلبه. السور الذي يحمي قاعة العرش ومخدع نهار هو نفسه السور الذي يحمي جناحي، فأنا إذن من سكان القصر. تريد إبعاد ولدي عن ابنتك أم عن القصر؟ عن حديقة القصر، فهي المتنفس الوحيد لابنتي. ولكي تتنفس ابنتك تريد أن يبقى ولدي وحده في البيت؟ ليس ثمة خاطفون في دولتنا لتخشى عليه. إنما أخشى عليه الوحدة. الصبي لا يخشى عليه من الوحدة، خاصة إذا كان مثل ولدك. سيكون لك ما تريد يا عباد. ولدي لن يدخل حديقة القصر بعد اليوم، لكنك أخطأت حين تركت ولدي يكتشف الكراهية التي تحفظها لي. ليس من الصواب أن نشرك صغارنا في مشاكلنا الداخلية أو في نوازعنا يا عباد. المال وجد ليكون عونا لصاحبه، ليكون سلاحا يشق به الدرب، وكلما كثر المال ازداد أفق نجاح المرء وتقدمه، وفتحت أمامه الأبواب، وكلما كثرت الأبواب المفتوحة ازددنا قوة وجاها. سنكون أربع فوهات تندفع منها الحمم كالسيول لنفرق كل من يقف عثرة في طريقنا، ولنضع نصب أعيننا حقيقة لن تغيب عن أذهاننا لحظة واحدة. لن يجمعنا حبنا لبعض بقدر ما سيجمعنا كرهنا للآخرين. الكره هو الذي سيغذي قلوبنا بالقوة، الحذر والريبة والشك هم سلاحنا المشهور دائما، حتى إذا ما أحط بنا خطر مهما كان صغيرا هوينا بسيوفنا لنقسم الظهور ونقطع الأنفاس. نحن من الآن لم نعد قطاع طرق ولا شذاذ آفاق كما أطلق علينا الملك غسان. سنكون أشرافا امتدت جذورهم عميقا في هذه الأرض، وسنستبدل أسماءنا بأسماء عربية تحمل النسب الرفيع. فأنا منذ الآن مصعب بن المهند، وأنت حجر البكري، وأنت حنظلة بن كلثوم، وأنت أوس بن الأكرم. هذه هي أسماؤنا نطلقها حتى فيما بيننا، وإياكم أن تنسوا. حجر، ما اسمي يا حجر؟ مصعب بن المهند. وأنت؟ حنظلة. حنظلة بن كلثوم. وأنت؟ حجر البكري. وأنت؟ أوس بن الأكرم. هذه هي أسماؤنا تسير معنا تلتصق بنا إلى أن نبلغ مرادنا. ماذا ستفعلين؟ ما تفعله يا سيف؟ لكنك فتاة وابنة وزير الدولة، وأنت ابن الصافي. Thank you.
مع نهاية هذه الطريق يبدأ الطريق إلى مدينة النهار، المدينة التي ستفتح ذراعيها لنا، وبالعقل لا بالسيف. بعقلك أنت يا مصعب بن المهند. حدثني أيها الوزير، ما هي قصة الضرائب الجديدة؟ إنها ضرائب بسيطة ندعم بها خزينة الدولة، فلا يخفى على مولاي أن جدرانها بدأت تئن من الفراغ المحيط بها. بل يخفى علي أيها الوزير، هل تعاني خزينتنا من نقص؟ كرمك على العامة في الفترة الأخيرة يا مولاي أوقع الخزينة ببعض العجز، ومن المناسب الآن أن نفرض عليهم ضريبة مناسبة. أن أعطيهم بيد لنأخذ منهم باليد الأخرى؟ إنها الضرورة يا مولاي، خزينة الدولة يجب أن تظل قوية، فخزينتنا لا تقارن بالخزائن المتخمة للدول المحيطة بنا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالضرائب التي يدفعها عامتنا هي أقل من القليل نسبة إلى الضرائب التي تفرض على مثلهم في الدول المجاورة. فإذا أضفنا أن خزينتنا هي للعامة في نهاية الأمر، فلا بأس أن يدفع العامة بعضا مما سيعود عليهم بالخير. أجل يا مولاي، فثمة مشاريع علينا القيام بها، أكان ذلك في فتح قنوات الري أو في تعزيز قوة الجيش، والذي هو في المحصلة ما وجد إلا لحماية العامة قبل أنفسنا. ماذا تقول أيها الصافي؟ أحب أن أسمع رأي مولاي أولا. أحب أن تسبقني في الرأي أيها الصافي. أنا أرى أن الوقت مبكر على فرض ضرائب جديدة على العامة، حتى وإن أنت جدران الخزينة من الفراغ فإن أنينها بالكاد يسمع. لكن العجز سيصيب الخزينة لا محالة أيها الصافي. إن اضطررنا سنفعل، فلا أسهل من تعاون العامة في هذا الأمر، فهم يدينون لمولاي بالولاء والحب والطاعة العمياء. ماذا تقول يا سليمان؟ الأمر بيدك يا مولاي، والصافي يملك البصيرة ليشير بالصواب. لننتظر بعض الوقت يا مولاي. فليكن إذن، وإن كان لابد من فرض ضرائب جديدة فليعفى منها من يعمل بقوت يومه.